أنا زين، هل الدراسة هذه لحظية ولا تحضيرية؟ لا، في جزء كبير منها تحضيري. أوكي. وفي جزء كبير يطلع بلحظتها. يعني يعني أعطيك مثال، أنا يمكن أكون محضر على الضيف كل شيء، كل شيء، بس الضيف عنده كذا تايتل، مسميات وايد. شلون أسئلة؟ تكلم أنا وياك سولفنا في الموضوع قبل. اعتقد بلا اي ذكرتي والله، قلنا شيء اي مره. شلون ممكن اقول له مثلا، هو الحين قاعد وياي وانا محضر له، هو شخصيه معروفه، أي. يصير اقول له مثلا شنو مسماك، شنو تبين اقول مسماك دكتور مثلا. انا بالنسبه لي لما احد يسالني شنو تبين اقول مسماك، انا جايك ضيف المفروض تعرف مسماي. أي. انا شو اسوي؟ أي. انا اقول له شنو اكثر مسمى قريب لقلبك؟ شيطان. انا ليه بس جملتها. أيه. وهي بالنسبة لا طلعت. أيه. لا صح، أنا عندي. أيه. مسميات وايد بس. أيه. الأقرب لقلبي أنت ضخمته أصلاً. بالضبط. أيه. ففي شخصيات يحتاجون هاللقطة. طبعاً تحضيرك لازم A to Z، عارف عنه كل شيء. حلو. كل شيء دارس كل شيء. الخطأ في هالأماكن لا يغتفر. أيه. especially إذا كان لايف مثلاً. أيه. عرفت؟ فالكلمة دائما يعني لما تطلع مثلا، خلينا نقول صادق تقني إنسان عادي بالشارع يسولف مش عارف إيش، ممكن أغلط بالكلمة مع فلان مع علان وغلطاتي تغتفر أو ما تغتفر، لكن استل ما لها ذاك التأثير غير لما تطلع الكلمة من شخص عنده متابعين وايد عالميا، لأن اليوم صار سوشيال ميديا، ولما تطلع منك الكلمة في مثل ذكرت ما أدري من قايلة بس باللغة العربية، يقول الكلمة عبدة صاحبها ما إن خرجت، بس ما أنت تطلع من حلجك. خلاص تحمل إذا كانت غلط مثلا. صح. ما هي عبدتك أنيمور. علي بن أبي طالب يقول المرء مخبوء تحت لسانه فليحذر منكم ما يقول. لأن أنت سبحان الله في ناس لما تقعد شوخ بس يبطل حلجة يابو يا ريتك ساكت. صح. تكلم حتى أراك. حتى أراك. أنت أعتقد أكثر إنسان that pays attention، يعني يدقق في شنو بيطلع بعد نص ثانية من حلجي. صح. صح. فأنت صح. هل هذه عملية تدريبية ضاري؟ أنا متوقعها، يعني وأنت قاعد تكلم أنا قاعد أسمع جوابك وبنفس الوقت أحضر جواب بالي وبنفس الوقت أنا up to date مع أي كلمة قاعد تقولها. يعني أنا مو من النوع اللي يقعد الضيف وسأله سؤال وكل اللي يقوله أقول له نعم 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 وأنا قاعد أفكر ما شنو قاعد تقول، بس نعم كلامك كله صح. لا، في شيء بتقوله غلط راح أقول لك بس هذه شلون، وأنا بعز تفكيري بسؤالي الجاي وبعز اندماجي بس هذه مو غلط، بس هالشيء صح. up to date وياك مو شيء سهل، وخصوصا لما يكون توك شو سهل، أنا راسي وراسك ونسولف. بس استديو سماعة بذني إيربيس ومخرج ناس تفتر ورايحين ورادي يصير في ضغط نفسي. مو شيء سهل. هل هذا شيء إيه مع الممارسة؟ إيه إيه. حلو. هل تنحط تحت ضغوطات نفسية ساعات من هال؟ لأن قاعد أقول لك أنت لما تقعد مع شخصيات وأنت تدري هذه الشخصية السياسية أو هذه الشخصية الاقتصادية أو هذا العضو في البرلمان الفلاني مثلاً، وأنا قاعد تابعوني يتابعون إيش كذا، اي غلطه راح اقولها راح تنحسب دبل. صح. ما يسبب لك ضغط نفسي هذا؟ سبب ضغط نفسي خاصه مع بعض الضيوف اللي هم يعني ما ابي اقول يستقوون عليك، بس يعني يعطونك لقطه اللي لا تفرد عضلاتك، ترى احنا نقدر نحرجك. نعرف. اي اي يعني مثال تصير. كانت كانت عندي عضو برلمان كنت اقول لها سؤالي بسيط، الكويت الى اين تتجه؟ وانا سؤالي بسيط، ايه هي تبي تحجم، يعني لا تروح اكثر، خليك بهالمنطقه. ايه. فاقولها الكويتي اللي انت جاي. قالت لي انت متزوج؟ ما له علاقه. انا بعز اللقاء. اوكي. ايه. فقلت لها سؤالي الكويتي اللي انت تجي، جاوبني انت متزوج؟ حلو. الكويتي اللي انت تجي. انا للحين بدا يصير الوضع شوي مربك. ايه. ايه. يعني عادتها مرتين ثلاث. ايه. فقالت لي خلني افترض انك متزوج عندك عيال. هي إيه تدري اني متزوج وعندي عيال. هي إيه تدري. أيه. بس أيه. على الهوى بحاول احرجك. أيه. فابتسمت سؤالي استاذه الكويتي الى انت تجي. اوكي خلينا نفترض انك انت متزوج وعندك عيال. ما فكرت بيوم من الايام عيالك شنو بيصير مصيرهم بعد 5-10 سنين؟ هو جوابها واضح. أيه. يعني اقول الكويتي انت تجي، قولي فكر بعيالك. بس لما تعطيك سؤال سؤالين ثلاثه. أيه. هي تحاول انها يعني حتى انا ترى وياك اقدر احرجك على الهواء. صح. مو شيء سهل، مو بس انت تقدر توجه لي اسئله. اي وهذا يصير مربك الوضع. اي خرع شوي الوضع. هل المحاور
ضارب لهيس لما يقعد قدام الكاميرا والميكروفون ويتكلم مع احدى الشخصيات ويصير في حوار، سواء نقاشي لتغذية المجتمع في بعض المعلومات او للايضاح عن بعض المعلومات. هل نوايا المذيع، احنا ما ندش بالنوايا، لكن هل نوايا المذيع وداخل احساسه تجاه الشخص اللي بقابله لها تاثير، حابه مو حابه؟ اي تشاطر وكامه يعني. يعني شو انا قاعد احاول الحين الف ودور عليك، انت قاعد تجيبها بالاخر. هو في ناس يعني واحد انت مو حابه، في ناس انت مو حابه، شلون تعزلها هذه؟ لان هذه طبعا راح تاثر سلبا اكيد. انا شو احسبها؟ احسبها مجمل حياتي اللي راح اعيشها. يمكن اكون انا مو حاب هالانسان، اي بس انا مضطر بهالساعه لازم احبه. حلو، بهالساعه اللي مو شرط تحبه، مو ما نقول لا اعزل مشاعري، خلني احبه. حلو. يعني انصب نفسي على اني احبه واحب اللي قاعد يسويه واحب اسلوبه عشان اقدر اخذ واعطي اياه. او هذه نادر ما تصير بالسياسه. حلو. انا ليش افضل برامج سياسه على البرامج الثانيه؟ برامج ثانيه لما يجي فنان ولا مشهور ولا تبر قاعده، انا مضطر اني اجمله، مضطر اني اقول نجاحاتك وابداعاتك وانت مبدع في هالمجال. بس لما يجي سياسي انا باخذ الصوت الثاني، اقول لا انت ما سويت هالشيء صح. أيه. انت فهو ما راح يبرر لي حدتي او الكلام اللي اقوله او السؤال الجريء. فبالسياسه وتبر حابك مو حابك، انا مجبر على اني احترمك كضيف بالنسبه لي، وبنفس الوقت ما بين حق الناس يعني انت ضيفي، حتى لو ما كنت ما احبك ما يصير اقلل من قيمتك، ما يصير اقلل من قدرك، ما يصير اسال سؤال ممكن احرجك قدام الناس فيه او يعني شخصيتك تغير. انا خلني حابك هالساعه، بعد الساعه يمكن ما اسلم عليك. حلو. بس بهالساعه انا حابك. يعني خلينا نقول عندك القدره على الفصل بين المشاعر اللي ما قبل ما يقولون اون اير او مثلا هيت ريكورد وبعد ما يطفون. عندك القدره هذه، هل هذا شيء مكتسب ولا شيء هو مكتسب ما كان موجود مني؟ يعني ما كان موجود، ما كان موجود. يعني انا اقدر مثلا او شخص ثاني يقدر؟ يعني انا محظوظ في برنامجي. ليش؟ كلهم تحبهم. لا انا قاعد انقيهم. اي فمعناته فانا ما راح انقي واحد ما احبه، اللي ما احبه ما راح يجيبه، عرفت؟ فانا محظوظ. لكن انت 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 مو في مكاني. صح. انت راح تي ويقولوا لك عندك فلان الفلاني لازم تقابله. صح. فهذا شيء انت تعلمته مع الوقت. اي اي. هل حصل انا ود يعني being wrong، خلينا نقول ان انت تكون في مكان الخطا، يعني مثلا انت قلت معلومه خطا او سالت سؤال خطا، يعني انت ودريت يعني بعد ما قلت انا غلط اللي قلته. هل انت عندك القدره انك تتقبل خطاك وتكون صريح اون اير اون لاين وتقول لا عفوا انا غلطت في هذا وتتراجع؟ نشاط الاخبار كان في مدرسه يعلمونا اياها، وانت تقرا الخبر غلطت بكلمه كمل. حلو. يعني لما انا اقرا الخبر واقول الاسم مثلا، اليوم انا في استضافه الاستاذ صادق نقي والحوار واكمل، فرق لما اقول اليوم انا في استضافه الاستاذ صادق نقي، عفوا الاستاذ صادق تقي، عفوا هذا يمكن واحد بالديوانيه قاعد يلعب جنجفه، لما تقول عفوا يصير انتبهت حق غلط. بس لما تمشي الدنيا مو الكل انتبه، بس لما تقول عفوا الكل ينتبه. أنا دريت وأنت قاعد تتكلم الحين مثلاً إن أنا قلت معلومة غلط، هل من المفروض إني أصحح وأتقبل وأكون شجاع وأتكلم ولا؟ صح. حتى لي بحلقة ثانية، حتى لي بوقت ثاني اقتضى التنويه. إحنا قلنا هالمعلومة غلط، بالنهاية بالمشاهد لما يشوفك قلت معلومة غلط وكملت عليها كمعلومة ورسخت بعقول الناس وتي باكر تعدلها وتصححها، بتزيد المصداقية أكثر. يعني بالنهاية حتى لو كان في معلومة غلط قلتها، انا واثق فيك ان انت اذا ادركت انها غلط راح تعدلها للمشاهدين. كان عندي برنامج من 9 الصبح للواحدة الظهر، برنامج يومي. اي من 9 ليه؟ من 9 الصبح لواحدة الظهر اون اير، 4 ساعات اون اير، باليوم في 12 ضيف. واو. باليوم الواحد. يعني الضيوف يدش يطلع ثلث ساعه نص ساعه، يدش ضيف يطلع ضيف، 12 ضيف مو شويه بالاربع ساعات. فمل والله، مره من المرات على السريع دخلت ومسكت الايباد وقعدت، الضيف قاعد قدامي جاهز وانا قاعد، المخرج قاعد يعد يلا جاهزين اوكي جاهزين، فاعدادي موجود كاتبين الاعداد اسئله وكل شيء. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اليوم نلتقي وياكم الاستاذ في هذه الفقره، الاستاذ فلان الفلاني. فقال لي عفوا انا مو فلان، ونعم بفلان بس انا فلان الثاني، انا فلان الفلاني. فصار فيني انا غلطتي اني اعتمدت على الاعداد، الاعداد مجدم الضيف اللي قبله.
بعدها اول ما اقعد صار صادق اي يا حلو تأكد. جميل. الحين بنتقل الى مكان اخر ثاني اكتشفته فيك وحبيته كاعلامي. تطلع بتخرج حفلات تخرج اي يعني خلينا مسرح خلينا السياسه وخلينا هذا تطلع مسرح مسرح وعندك مقطع جدا مشهور اللي هو مال ياهل اي عبود اي عبود اي إيه. هذا وايد ماما وايد منار. إيه. فانت ماما منار وعبود وشهرتك في المسرح هذه من وين هذه هميت من يعني ولا باب فلوس مثلا ورزق وكذي من بعد التلفزيون اي الناس بدات تحس ان انت مشهور بالتلفزيون فعندك الاهليه انك تصعد على المسرح حلو انا ما كنت شايفه شيء حلو انا كنت شايفه ان انا متمكن في التلفزيون بس مو متمكن في المسرح شنو يعني جاب 1500 جمهور اي لان انت هنا في كاميرا شكرا ماكو احد شكرا وراها. هدوء الاستديو صخر ايه. ما حد راح يقول لك بو ولا حلو ولا مو حلو تصعد على المسرح اه ريولي ما تشيل تجربه مختلفه تنفض ريولي ايه. فاوصل مرحله وانا يعني وريولي تنفض يميني ويساري كراسي فاضيه اللي كراسي الطلبه ايه. اروح اقرب كرسي واقعد ايه. وانا قاعد اتكلم بس اقعد من داخلي اهدى لا تبين ريول قاعد تنفض بس قدام الناس انا قاعد اقول لهم تعمدت اني اقعد على كراسي الخريجين هذا الكرسي اللي انطروه من سنين المنظر قدامهم جدا جميل اهلهم قاعدين انا قاعد اهدي نفسي بس قدام الجمهور انا حطيت كونتنت ماده جديد بس هي تخرع هي مو متخرع والمواقف لايف ان هني ما هني مو ما في مجال للخطا يعني طيب عندي لك سؤال مثلا ستاند اب كوميديان يعني انا وانا صغير تخيل كان احد الاشياء اللي ودي اصير حلمك كان حلمي اصير ستاند اب كوميديان اوكي وادرب كنت بامريكا وقت بالبيت واقول نكت ومش عارف ايش وربعي يشجعوني كانوا مش عارف ايش وانا يمكن ترى مو وايد ناس تعرفه الا المقربين ستاند اب كوميديان يعني من خلال تجربتي اللي بالبيت ها ومع ربعي يعني طنز عليهم وكذي اكتشفت شيء انا ان يو هاف كنترول اوف ذم بس ممكن تكون ضعيف ويصير أهما عندهم عليك كنترول عليك عليك هذه تحس فيها اي ساعات يصير شيء برا الحفل محاسب حسابه اعطيك مثال صارت بمواقف ثانوية مشرف سنة من السنين ما انسى هالموقف انا واقف مستمتع على المسرح وقاعد اقدم ففي بالصف الاول الناس العادة يجيبون لافتات فيها صور وفيها دنيا ويرفعونها فأنا قاعد أسولف بقدم الفقرة الجاية لقيت مرة جاية من بين الجمهور تمشي لين وصلت على المسرح عندي الحين هذا خروج عن النص أنا لازم أتعامل مع الموقف أول مرة يصير لي فالميكروفون بيدي كان أوخر الميكروفون وحطه على قلت لها أمريني قالت لي أنا دافع فلوس عشان أجي أشوف بنتي اللي قاعدين بالصف الأول رافعين لافتة ما قاعد أشوف بنتي ولا قادر حتى أصور خلي نزول لافتة أهدي الحفل الحين وامشي طبعا هالكلام القاعة سايلنت فقاعد يسمعون فصار فيني أوكي ضاري أنت على نفسه ولازم تلم الموقف ومص الغضب فقلت لها اسم شو الخير قالت لي أم فهد قلت لها خالتي مفهد صدقيني ما راح ارضى انك تمشي طبعا قاعد اقول هالكلام انا مخرمه قلت لها انا ما راح ارضى انك تزعلين وتمشين اذا في شيء بيزعلك ولا خليك تمشي انا الحين احط الميكروفون واطلع وياك شو تقول لي لا تاكلني بالحكي لا اصكك طراقه طيح عقالك خلينا نزل لافته وكمل حفلكم يلا لا لا صدق يعني لا انت قاعد تبالغ ولا بالحرفيا قالتها حرفيا لا تاكلني بالحكي لا اصكك طراقه طيح عقالك خلينا نزل لافته وكمل حفلك يلا عشان تعطيني ظهرك تمشي من كمية النفس اللي قاعد أخذه أحس قاعد ينفض حسيك الله أحس بعرق بظهري إيه زين سمعوا الناس وقاعد أشوف فيو وقاعد تضحك إيه يعني. طبعًا إيه إنزين شلون أكمل عادي جنا ما صار شيء ما يصير فصار فيني عطتني ظهرها ومشت أعلق بالميكروفون أكلم منه ومشت هي عني إيه. ما كل البنات كان أمشي خطوتين للبنات بالميكروفون قلت لهم بنات تشوفون فهد ترى رادة زعلانة جاية تبي تشوف أنت وأنتوا رافتين لافتة ما قاعد تشوفها فتكفون قالت اذا ما نزلت اللافته بتصكني طراق تطيح عقالي من راسي خلوا عقالي على راسي ونزل اللافته جاي يضحك الجمهور كله واو ذاتس اميزنج ترى بصراحه مشت جتني بعد الحفل انا اسف ايه. قلت لها بالعكس يعني انت حقك وانا خذيت اكسبيرينس بس هذا ذكاء يعني انا ما تخيلت انه انا ترى يعني امانه ما تخيلت شو
لا لا اللي هي انت شبه ثبتني على المزرعه. لا هي ثبتك خلصت يعني بس انت اللي سويته. انا امانه يعني ما توقعت ان انت راح تكون يعني انا قلت يمكن بتروح تسولف مع البنات وتضيع الموضوع مش عارف ايش. لا الموقف صار لازم يتسكر. فصار عند البنات تكفون خلوا عقال على راسي ونزلوا لافته يضحكوا الجمهور حتى اللي ورا ما سمع. سمعت السالفه مره ثانيه انها بتطقني طراقه طيح قالك فاستانسوا ومش هالوضع ويتعتذرت في هذا الحفل. الحين اي حفل ممكن يصادفني اي شيء ممكن يصادفني. انا صرت جاهز. انا جاهز ظاري. اعتقد انت نجحت نجاح كبير في 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 خلينا نقول في دورك كاعلامي وفي اداره الحوار. انا ما عندي شك في ذلك. بلشت دشيت مرحله جديده اللي هي الوقوف على المسرح. واتس نيكست